مرحبا، حلقة جديدة من أنت أدى بلشت هلأ، خلوكن معنا لنشوف مين أدى. مرحبا، أنتو برنامج أنت أدى، نسألكم سؤال ربحكم جائزة؟ نسألكم سؤال ربحكم جائزة؟ لا أي. نسألكم سؤال؟ إيه ونربحكم جوائز، أنتو ببرنامج أنت أدى، نسألك سؤال ربحك جائزة؟ مرسي. مرحبا، اهلا وسهلا. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. انت قد فيه تحدي حزوره ومعلومات عامه، ان شاء الله اكون قد. هلا تحدياتنا صعبه، ما بعرف اذا انت قد. ان شاء الله. من تقدر المعلومات العامه يعني تقريبا هيك حاسه يعني. لا تخافي سهل لك اياها ان شاء الله. هلا في شيء بيقدر يخترق الزجاج من دون ما يكسره؟ الهواء. لا يخترق الزجاج بدون ما مي. لا المي. هلا اذا رشينا مي على الازاز ما بيفوت. غير السؤال. طب رح اعطيكي احتمالات. الضوء. ضوء. الضوء. الضوء. لسه ما كملت. ان شاء الله الضوء. الضوء الضوء. انا اسفه بس لا الضوء. 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 هلا اكبر منتج لنبات السمسم بالعالم مين هو؟ اي دوله؟ الصين. الصين؟ لا. نبات السمسم وين؟ رح أعطيك احتمالات. السودان، مصر، ليبيا. السودان، مصر، ليبيا. ليبيا. السودان. طيب طولي بالك علي شوي. يلا طولي بالك. تقريبا السودان. 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 برافو. ليش انا بس ملبكة شوي ناحية الكاميرا مو اكثر؟ ما في مشكلة، تبيها مو موجودة. السودان. بدي اقول لك خالته الف مبروك، ربحتي معنا سلة غذائية من الشيف نادين. الله يبارك فيكم، يخلي لي اياكم يا رب. شكرا كثير لكم. شكرا، رمضان عليكم كريم ان شاء الله. كيفك؟ تمام. انت ببرنامج انت قد. طبعا تفضلي. سمعت فيه؟ طبعا تابعه كل يوم. حلو؟ حلو بجنن. اوكي، رح نبلش بالتحدي. تفضلي. جاهز؟ جاهز. قد؟ قد. يلا لنشوف. هلا بدك نلعب انا وانت لعبه جماد نبات حيوان انسان. تفضلي. عرفتها؟ ايه. هلا رح اعيلك 20 ثانيه. تفضلي. رح نبلش بحرف ال خاء. جماد. ال ولا خاء؟ خاء. خاء. جماد خزنه. نبات خبيزه. نبات خبيزه. اسم خالد. حيوان خلد. خلد. شو بقي؟ بلاد. بلاد. بلاد بحرف الخاء. خلص الوقت 20 ثانية، قطعنا 20 صاروا 24. للأسف التحدي الأول ما كنت قده وخسرت فيه. اوكي، رح ننتقل للمعلومات العامة. تفضل. هلا في حيوان معروف إنه بيعملوا عليه تجارب مخبرية، شو اسمه؟ جردون. لا، رح أعيلك 20 ثانية عشان ما تفكر كثير. طيب رح أعطيك احتمالات. الأرنب، الفأر، أم الصرصور؟ يلا 20 ثانية. الفأر. الفأر. برافو عليك، الفأر. آخر شي حزورة، في شي إذا بكينا قدامه بكي وإذا ضحكنا بيبكي، بيضحك، يعني إذا بكيت قدامه بيبكي وإذا ضحكت قدامه بيضحك، مين هو؟ شخص هو؟ ما بعرف، أنت أعطيني احتمالات، شو بيطلع براسك؟ هلا شخص محب لنا بيضحك لنا وبيبكي لنا. بيكون شخص لنا، إيه شخص محب لنا بيكون. طيب للأسف جوابك غلط، بس انت اول تحدي والثاني مرحله ربحت فيهم، فرح اعطيك جائزه مقدمه من هيربي واقول لك الف مبروك. بسألك سؤال ربحك جائزه. طيب. طيب اوكي، كيفك بالقدم؟ قدم. قدم. رح اعطيك اطابه قدم. طيب اوكي، شوفي شو بدك تعملي فيها انت هون قدام الكاميرا. ايه هو هيك التحدي. بس بلا مالك قده. لا لا ماني قده. نجرب شيء ثاني. شي تاني غيره ما حلو انت. يلا لا تروحي خليكي. شو رايك نعطيكي تلعبي معنا تحدي؟ طيب. نعطيكي طابه. بتجربي تفتلي على اصبعتك؟ افتلي على اصبعتي؟ بتزبط. بنجرب. بتجربي؟ يلا حلو. اوه منيحه كمان. واحدة ثلاثه حلوه. جربي. حبيتي تجربي؟ لا, لا, لا ما بدك. اوكي رح ننتقل للحزازير. جاهزين صبايا؟ جاهزين. اوكي، سؤال كل ما سالنا عنه إجابته بكل مرة بتكون مختلفة، شو هو؟ حدا معين تسألي ولا حدا تاني؟ لا. جابر؟
الاسم مثلا؟ انا قصدي للشخص نفسه بتوجهه ولا يعني في سؤال كل ما سالتك عنه بتكون اجابته هلا غير بعد شوي غير بعد شوي. قديش ساعه؟ قديش ساعه؟ برافو عليكي. هلا في شيء بيكتب بس ما بيقرا؟ القلم. القلم، برافو عليكم. بدي اقول لكم الف مبروك صبايا، ربحتوا معنا جائزه مقدمه من سو سويت. مرحبا. هلا مرحبا. رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. جاهزه؟ جاهزه. قدها؟ قدها. اكثر ممثل بتحبيه مين هو؟ ممثلة ولا ممثل؟ أكثر ممثل بتحبي؟ ممثل بسام حسن. وممثلة؟ أمل عرفة. أمل عرفة. بتتذكريها بشخصية كسر الخواطر؟ اللي كان رمزية. رمزية، قدي لي رمزية. هذا التحدي، يلا. المينيز مصنوع من المينيز. كمان واحدة. ليك حبيبي. يلا حلوة حلوة. مشكلة وقت تجيني الضحكة ما عاد أعرف. يلا ما تطلع فيكي أنا. بدي اتذكر شي موقف إلها المقطع. يلا. ميزو ميزو ابو الميزو ميزو ميزو. التحدي انت اشتستيه بسهوله واقول لك مبروك على اول تحدي. كيفك بالحزازير؟ نص نص، مو كثير. نص نص. اوكي. في شيء بيقرصنا بس ما بنشوفه؟ الناموس. بعت لحم. رح اعتبر لك الناموس صحيحه لانه هلا هرتنا بالصيف. مو لسه ما بلش الصيف وهرتنا. اي والله. طيب اخر سؤال معلومات عامه. يلا. النمله كم رجل لها؟ يا أربعة يا ستة. قرري. ستة. ستة، برافو عليكي. بدي أقول لك ألف مبروك، ربحتي معنا جائزتين، الأولى مقدمة من نور والثانية من هيربي، شامبو من هيربي. أنت مبدئيا ببرنامج أنت قدها. أنت قدها. إيه. أنت قدها. أنت قدها ولا أنا؟ أنا قدها. إيه. وأنت قدها. إن شاء الله. شو رأيك نبلش بالتحدي؟ يلا. رح أجيب لك طابة. إيه طبعا. تفتلها على إيدك. لا ما فت، ما ايدي معي السكر، ما بدي معك سكر. كنت انا فينو ابن اخوك يعني يجرب عنك. جرب. جرب. عشر تكتكات ورا بعض عشان تربح انت وخالك ولا عمو. عمو. ماشي يربح. ماشي يلا. شو والله شايفه رح نقضي نلعب انا وانت. يلا اخر محاوله. صعبه؟ لا. يلا برافو علي. انا صعبه والله. الولاد سهلة. ايه. بتعرفي تساوي انت؟ اه. ساوي 10 مرات. لا تحرجني، لا تحرجني. لا بدي اعطيكي انا مكافأة كمان. كمل بالمعلومات العامة. كملها يلا. شو هو المكون الأساسي بدبس الرمان؟ الرمان. برافو عليك. ما تقلي ما ساعدتك. هلا في قوس ماله لا سهم ولا وتر. شو هو؟ لما بينزل مطر طلع الشمس بنشوفه. قوس قزح. قوس قزح، برافو عليك. شكرا عمو. بدي ربحكم جائزة من مطعم تشيزا، هي دعوة على الإفطار لشخصين، وإلكم ألف مبروك. رح أعطيكي جرافة. إيه. وتجربي. أنا ما بعرف بقعد جرافي. لا لا ما بعرف بقعد الجرافي. لا تحدي مانك قده. ماني قده، قلت لك من الأول. رح ننتقل للحزازير. يلا يلا. في شغلة، فيها كتير ثقوب بتحتفظ بالمي. فيها كتير ثقوب بتحتفظ بالمي. أكيد مش ما في شيء بجمع المي. ملاقية هيك على المجلة. المصفاية يعني؟ لا مش المصفاية، لا نبريش تبع المجلة ما بعرف شو. يعني هيك شغلة هيك بيجي لونها أصفر فوق أورانج أو حمراء بتليفي فيها. آه الليفي. الليفي. ليفة الجلي. أو الإسفنجة. تمام. الإسفنجة. إيه. هلا آخر سؤال. أوكي، شو هو أول طائر ظهر على الأرض؟ ما بتعرفي؟ لا. فكري فيها. البعض بيتشائموا منه. هلا انت ايه مثلا؟ بومي. لا انا بدي اعطيكي جائزه واقول لك الف مبروك، انبسطنا معك كثير. رمضان كريم. وما تاخذيني يعني انا مش كثير يعني عند المعلومات، وبتعرفي انت الواحد بس يكون لك موضوع. رمضان كريم. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله تمام. بدي اطلب منك تحدي، انه بدك تلاقي حدا وتغني انت وياه غنيه. غني انا يعني على الموبايل؟ لا. شو لك؟ يعني انت بدك تشوف اي حدا موجود. اه تمام. وتقول له بدي انا وغني انا وانت غنيه. فيك تصور فيديو او فيه يجي يصوره على الكاميرا. تمام. طيب مين هو الحدا؟ ما بعرف، انت بدك يعني جيبي معك. طيب يلا روح اعثر على شخص، جيب رفيقك تعال. رح اعطيك يعني هيك 10 ثواني 20 ثانيه. اذا ما لقيت شاب بخسر. روح روح لقلك دور وتعال.
شو نغني؟ لقيت؟ هاي الشابو. كيف اقتنعت؟ أنا بحب الغنى لأنه شو بدك تغني؟ والله ما بعرف أنت شو عامل. شو بدك تغني؟ غني يعني أبو وديع وائل كفوري ناسي عجل. أبو وديع. أبو وديع يلا حبيت أرمي الشبك؟ حبيت. يلا. ما حافظ. أنا بغني معي أنا بغني معكم. حبيت أرمي الشبك. تمام. عقل ما بين الشبك. حكيت معي من غير ما تحكي معي. وعيون عند الناس. خليت وعي. ما خليت وعي. خلي عندك خبر. صوتي حلو؟ طلعت بتعرفها؟ بس مقطع صغير. شلون صوتي عجبكم؟ تمام، انت يعني هلا بغض النظر عن صوتك انه كثير حلو، بس انه انت بكفي انك قبلت التحدي وقنعت حدا وتمام الامور. تمام. رح اسالك حزوره، في باب ما فينا نفتحه. شو هو؟ هو اكيد انه مو شيء حقيقي. امبلا. والله؟ ايه. باب المسكر، باب المقفول. باب ما فيك تفتح. باب المفتوح. برافو عليك. تمام. برافو. هلا آخر سؤال، شو هو المعدن الوحيد اللي بيكون بالحالة السائلة؟ رح أعطيك احتمالات. طيب. الحديد، الزئبق، الحديد. الزئبق. برافو عليك، شو تلي اسمه؟ عمار العماري. ديلك ألف مبروك، ربحت معنا قسيمة شرائية عند محل فزلكة. تمام، يستمدك. شكرا. كيفك؟ تمام. عارفين حضرتك؟ اسمي بيان. بيان. هلا ما رح صعب لك الأسئلة والتحديات، رح أسألك سؤال. هلا في شيء مصنوع من المعدن كل العالم رضيانين بحكمه، مين هو؟ في شيء مصنوع من المعدن وكل شيء بيقوله بيعمله رضيانين فيه. النار. النار رضيانة بالنار؟ لا لا لا. بتلاقيه بمحلات الخضرة، اللحمة، الدجاج. الميزان. الميزان. برافو عليكي. شو برجك؟ أنا الجدي. الجدي مو الميزان. بيان بدي لك ألف مبروك، ربحتي معنا جائزة مقدمة من نور، وأنا معك بدي أختم اليوم برنامجي أنت أدى، وكثير انبسطت فيكي، وألف مبروك لكل حدا ربح معنا اليوم. موعدنا بكرة بيتجدد الساعة 9 إلا 3.